يوم من أيام شهر رمضان المبارك. برحب بيكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامجكم موعدنا شباب، اللي مليان مواضيع زي ما قلت لكم بارح كده وبنفكركم بيها دايما، خفيفة ظريفة شبابية حلوة لطيفة. ومعايا ثلاث بنات أذكياء جدا، هنعرفكم بينا تاني عشان اللي نسي أول مرة يتفرج. أول يوم رمضان كانت العزومة يمكن واخداك من التلفزيون شوية، ولكن أنا اسمي محمد عنبة ومعايا جو أهيد. أنا اسمي مها محمد، ومرة ثانية كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله شهر الفضيل يعم على الكل بالخير والبركة. ومرة ثانية أنا شهناز سليم، وكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. ايوه حضرتك. مره ثانيه انا ريم بيض، ان شاء الله رمضان كريم على الكل وينعاد عليكم بالف صحه وسلامه. بعد ثلاثه مره ثانيه احنا دلوقتي عايزين نقول لكم بقى هنتكلم في ايه النهارده. عندنا مواضيع مختلفه. اول موضوع النهارده هنتكلم فيه هو كان ايه؟ كان الدايت، انواع الدايت. انا هقول لكم على دايت النهارده خطير انا عملته، ضيع الكرش في 30 يوم. انا يعني اي كرش ارجوك كان عندي كرش، اي كرش بجد يعني كرش. كان عندي بطن بجد تخنت شويه كده، انا رفيع زي ما انتوا بتقولوا او زي ما هو واضح للمشاهدين والمتابعين. بس انا هحكي لكم على دايت. بعد ما نتكلم على انواع الدايت هقول لكم عن تجربه الدايت اللي انا عملته، بجد يعني سحر. 28 يوم بالظبط، وكان قاله لي حد يعني من بتوع الفتنس والكلام ده، بس هي كانت تجربه قويه قوي. هحكي لكم عليه بس بعد ما لا ارجوك محتاجين نعرفه. طيب ماشي، مع اني كنت ناوي ايه اخلي المشاهدين قاعدين كده ايه مستنيين ان انا اقول لهم عليه، بس هحكي لكم عليه من دلوقتي. اول حاجه المفروض ان انت بتوقف كل انواع السكر والملح والحاجات دي كلها. هو الا اسم الدايت لو كان ليه اسم بس انا مش فاكره، بس انا هشرحه لك بسرعه. ولا لو كارب دايت ولا مش فاكر، لا كان ليه اسم يوناني على فكره. يوناني ما شاء الله. هقول لك بقى الفكره بتاعته ايه. اول حاجه بتاكل بيض من غير صفار في الفطار، بس اي كميه انت عايزها. اي كميه؟ اي كميه يعني. أوف. لو 30 بيضه من غير صفار زي الفل كل. ممكن يعني تستبدل شويه عشان ما تزهقيش بالشوفان بالتمر. اوكي، يبقى شوفان بالتمر الصبح او بيض من غير صفار. تاني طبعا ده بعد رمضان بقى، مش هينفع الدايت ده دلوقتي، هيبقى صعب تقيل او قوي جدا. تاني حاجه الغدا فراخ مشويه وخضار سوتيه. ماكو اوبشنز غيرهم؟ مفيش. لا ليكي يوم في الاسبوع يبقى لحمه مشويه مكان الفراخ، ويوم سمك مشوي مكان الفراخ. تمام؟ أوكي. مركزين معايا صح؟ مركزي انا بحاول استوعب. ثالث واحد او ثالث حاجه بقى العشاء كان جبنه قريش والسلطه. جبنه قريش اللي هي كوتج تشيز. جوت تشيز. يعني هو اللي ما بياكل جوت تشيز هي لا جوت وكوتج في نوعين صح؟ واللي ما بياكل التنتين ما يصير نوع ثاني من الاجبان؟ كل سلطه بقى. لا نوع ثاني كل سلطه بقى. الثلاث حاجات دول هم الوجبه. طيب ايه اللي كمان بس عشان ما يقعش منك الانرجي والكلام ده كله؟ كبشه مكسرات. مكسرات برافو عليكي. وليكي بقى كل ما تجوعي جزره خياره، دول السناكس بتاعتك. يعني رجيم حقك معتمد على البروتينات اكثر شيء. في بروتين في اللحمه. قد استمريت عليه؟ لانه انا اعرف انه انواع الدايت كلها يعني بالاغلب انه ما يصير تطول عليها، انه فتره معينه. لانه بعدين تصير تاذي جسم الانسان. يعني هي بالضبط 28 يوم والبطن بقت بلاطه. ما شاء الله وما بقتش شوكولاته. اوكي 28 يوم بس هاي شغله بدها اراده. بس انا بنظري النو كارب دايت هو اكثر شيء ضبط معي انا، بما اني انا اساني كثير بتحب الكاربز. انا بحب الرز، بحب الخبز، بحب البيتزا، بحب الباستا، اي شيء بسمن انا بحبه. ف في فتره من الفترات صراحه امتنعت عنه حتى لمده اسبوع. باسبوع لاحظت الفرق وحسيت انه البروتينات هي اكثر شيء نفعتني. عملت معك كده؟ اي عملت مفعول. بس هي الفكره كلها الدايت زي انت ما قلتي، التزام محتاج شويه اراده. احنا بنتكلم النهارده على الدايت عشان يعني حبينا انه شويه كده يبقى بنخرج هذا الشهر. الناس ثمان يسوون سيرش على انواع الدايت لانه يحبون بشهر رمضان يبدون اي نوع يعني هم يفضلوه من الدايت. بس انا اعرف نوع، اكو وحده صديقتي كانت تجربه، هو بس يعتمد على السوائل اللي انت ما تاكل اي شيء يعني يور نوت بايتينج اني ثينج، بس تشرب اشياء يعني شوربات حتى مرات الاكلات يعني يسووها سائل وخلص يبقى هو على السوائل الى ان ينحف وزن معين بعدين يرجع للطبيعي. هاي عذاب صراحه، هاي بدها اراده يعني. ما هو انا بقول لك احنا اتكلمنا انواع دايت بقى، في انواع طبعا. في ناس اللي بتنتقل بمرحله مثلا ان هي تغير من سيستم حياتها وتوقف مثلا لحوم
ولحوم فراخ سمك والكلام ده وينقل حياته الى الفيجن ستايل عشان ده بيساعده على انه يخس. في فيجيتيريان وفي فرق بين الفيجن والفيجيتيريان. بس انا اشوف الفيجيتيريان احسن من الفيجن لانه الفيجن خلص يمتنع عن اي شيء اي منتجات أيوة الحيوان. بقى الفيجن ايه والفيجيتيريان؟ أي الفيجيتيريان يعني يقدر ياكل الالبان الاجبان عادي عنده، بس الفيجن خلص اي منتج حيواني ممنوع ياكله. تمام. فهو راح يفتقد كل البروتينات والاشياء المفروض الجسم يحتاجها المهمة يعني للجسم، فهذا يؤذي ورا فتره يعني ما يصير الواحد يضل عليه يتابع. الفكرة كلها انه لو وقفتي الفيجن والفيجيتيريان انه لو انت بتدوري على بروتين هو موجود في الخضار، ولو انت بتفتقدي لبعض الفيتامينز يعني شيء يعوض شيء قصدك. هذا هو طبعا احنا عايزين نتكلم بقى بطريقة علمية شوية، دي دردشتنا احنا كشباب قاعدين بنرغي. اثبتت الدراسات العلمية انه افضل دايت تخسيس في العالم كله انه هو ان تكون التجربة بتستغرق على الاقل 6 اشهر. انا مش معنى كده اللي انا قلته لا، هو خد 28 يوم معايا بس انا اكيد ما كنتش تخين قوي، ولكن العمليه بتحتاج 6 شهور عشان الدايت ياخد وقته ويدي نتيجه وما يكونش فيه اي ادويه مستخدمه في التجربه. يعني خليك مع الطبيعه احسن، خليك مع الاكل الخضار واللحمه والحاجات بطريقه مطبوخه بطريقه صحيه وكده، تكون التجربه نزيهه ويعني ظريفه وتكون ليها نتائج قياسيه بطرق دقيقه جدا، ولازم تعدي على دكتور. يعني 6 شهور هي كتير، بس لو عايز اقل من كده لازم يكون ماشي معاك دكتور هو اللي يقدر يعمل كده بالظبط. تقريبا في فوائد للصوم كتير بقى، هسيبها لمها هي اللي تقولها يعني الصراحه عشان انت رميتها عليه. طبعا في فوائد مره كثيره للصوم، اولها انه الصوم يعمل زي الديتوكس للجسم، يخلص الجسم من كثير من السموم اللي انت تتناولها طول السنه. هذا عدا انه انت تقدر انك انت تخفض من وزنك، بلس انه مرضى السكري في شهر رمضان يقدرون انهم يخفضون من مستوى الكوليسترول في الجسم، فيساعدهم انه يتحكمون اكثر في نسبة الانسولين ارتفاع الانسولين. وهذا عدا عن طبعا ان الانسان في رمضان ما في غير وجبتين اللي هي السحور والفطور، فدائما الجسم يحاول انه ياخذ كل الطاقه من هذه الوجبتين فياخذها من الدهون، لذلك انت دائما تحس انه في رمضان تنزلين اكثر تضعفين لانه ياخذ من الدهون المخزنه في الجسم اللي هي انت ما تبغاها عشان يحولها الى طاقه بدل ما ياخذ من الجلوكوز في الدم. هي الدهون اصلا اللي بيستخدمها الجسم كطاقه، هي الطاقه اللي بنحتاجها خلال رمضان. بس كمان الواحد يبعد مثلا عن اكلات معينه او ما ياخذ نسبه سكر كمان غلط برمضان، لا لانه كمان هاي العمليه ممكن تاخذ انه تتخزن هاي الطاقات لفات صح. فلما بترجع كمان بتتحول من اول وجديد، فلازم يكون في بالانس معين. وانا بعرف مثلا عن مرضى السكري انه في منهم كثير ما بيصوموا، غير قادرين انه يصوموا لانه هن مع الدكاتره تبعهم او الدكاتره واصلهم انه ممنوع يصوموا لانه نسبه الانسولين مع نسبه السكر كثير طبعا كثير صعبه، خصوصا في انواع من مرضى السكري في درجات يعني. فينصح لمرضى السكري انه اي احد لازم يستشير الطبيب طبعا اكيد اذا يقدر يصوم او لا، لانه في ناس ما يقدرون. هي الفكره كلها طبعا يعني زي ما انت بتقولي في فوائد صحيه كتير للصيام، وفي ناس ممكن الصيام يكون بطرق تانية كمان، في ناس بعد صيام رمضان والطريقه المتبعه ممكن تكمل لو انت حسيت ان جسمك بيتحسن بعد ما تاكل شويه ترجع تعمل نظام صيامي. مثلا في ناس بتصوم عن الاكل مثلا 8 ساعات يوميا كده في فتره الظهر المغرب، ناس مجربه انواع تانية. في ناس بتصوم عن اكلات معينه لفتره معينه عشان يقلل. المعروف اكثر شيء انه اللي يصومون عن اللحوم ويتبعون النظام الفيجيتيريان هذا الناس تستعمله اغلب الاحيان. انا جربت الصيام بتاع 4 ايام من غير اكل على فكره، من غير اكل غير اكل ولا شيء ميه طبعا بس. وكيف كانت اراده هي كانت موجوده فيك؟ اشرح لي عن ارادتك شو السبب؟ لو سمحت اي حد يعمله لا تقول لي كمان هي شغله نفسيه وسيكولوجيه كل حاجه. بص يا حضرتك لازم تبقي فاهمه ان الموضوع كله في حياتك نفسي. انت دكتور نفسي، انت دكتور نفسي، لا بدي اكون فيجن ولا فيجيتيريان ولا شيء خلاص. انا بحب الاكل حضرتك، انا بحب الاكل احلى شيء، بحب السكر، بحب الشوكولا. احنا لسه هنتكلم على صور الاكل وحاجات كتير دلوقتي بتحصل في السوشيال ميديا ليها علاقه بالاكل. بس بسرعه كده، امبارح اكل ايه؟ مين انا؟ كل واحد اكل ايه؟ اكل رز ولحمه. انا اكلت دجاج ورز. انا اكلت شوربه وسمبوسه.
بس صراحة تحس المعدة تنصدم أول يوم، يعني طبعاً أول يوم صيام هيك كان غريب إنه بعدنا ما متعودين، بس أول أسبوع يعدي على خير بعدين يصير طبيعي. أنا أكلت رز وملوخية الورق مش الملوخية المصري، بحبها جداً. بس ف قولوا لي صحة بالله. أنا هنطلع بريك سريع ونرجع لكم تاني ونرغي في مواضيع بقى كتير ليها علاقة بالسوشيال ميديا النهاردة، وإيه الترند كان من امبارح للنهاردة، عشان كان في حاجات كتيرة ترند ترند النهاردة. ونرجع لكم تاني أحلى مشاهدين، إحنا دلوقتي مع قناة الآن وبرنامج موعدنا شباب. مشاهدينا رجعنا لكم من البريك، وكنا احنا كمان في بريك عمالين ندردش على حاجات مختلفه كده، ونستناكم تريحوا شويه وترجعوا لنا تاني، ولسه عندنا رغي في فوائد بقى وبشره وناخد سيلفي مشغولين مره. يعني اول ما البريك بيحصل بتلاقي كله بيجري على التليفون، زي ما الناس هتخلص فطار وكله هيجري على التليفون برضه. فعايزين بسرعه نتكلم معاكم في مواضيع مهمه قبل ما تمسكوا التليفون، هي البشره والاعتناء بيها في رمضان ازاي. خلوا لي بس مجال انا راح احكي بهذا الموضوع. تفضلي عيشي حياتك. الموضوع موضوعي. لا بس عن جد انا كثير بحب احكي بكيفيه الاعتناء بالبشره بشكل عام، وانا انسانه ما بتحب الميك اب بكل صراحه، من محبين الاعتناء بالبشره والسنفره والاكسفولييتنج و و و و و انا مع مليون بالميه مع هذا الشيء، اكسفولييشن اللي هو السنفره خلال شهر رمضان، لانه من كتر الجفاف بيصير في طبقات، عندنا طبقات مختلفه من 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 السكن، والديد سكن او الجلد الميت لازم احنا نتخلص منه مشان نقدر ان يعني نعبيه بانرجي ثاني، لو من الاكل او من المواد اللي نحن بنستخدمها. هلا الترطيب ترطيب الترطيب اهم شيء، نستخدم كريمات مرطبه ونعرف شو نوع البشره تبعنا. هلا بالنسبه لجو الامارات هلا وبرمضان احنا ما عم نشرب، ما عم نعمل شيء، ما حتى الاكل تبعنا يا دوب يكون، يعني لازم نحن نتذكر انه باكلنا كثير شيء ضروري نعتني بالبشرة تبعنا، وخصوصي نحن هلا نحن عم نطلع على التلفزيون الإضاءة والميك اب واو الى انا بصراحة مع السنفرة مرة بالاسبوع. الفيتامين اي كثير مهم للنضارة، لانه اذا اوقات بتنسي حالك من الاكل، ما تاكل الخضار مثلا المناسبة او الشغلات اللي بتناسب او تساعدك على نضارة البشرة، مثل الاوميجا 3 والاوميجا 6 والاوميجا 9 اللي بنلاقيها بالاسماك، منلاقيها بالمالتي فيتامينز اللي ممكن نحطها ونخلطها مع الكريمات. بس بليز عرفي نوع بشرتك بالأول قبل ما تستخدمي أي شيء على بشرتك، واستشيري طبيب مشان ما أكون أنا كتير عم بتفلسف على التلفزيون بكل صراحة، بس استشيري طبيب إذا كان في شيء كتير إكستريم بالسكين تبعك. بس بشكل عام ما تستغنوا عن الترطيب والفيتامين A، فيتامين B، فيتامين C، فيتامين E. صح، أنا أشوف هواي بنات يستعملون برودكتس ما تكون مناسبة لبشرتهم، يعني تكون هي مثلا عندها بشرة دهنية تستعمل الكريم للبشرة الجافة فيأثر عليها. بس مية. مثل ما قالت ريم، أهم شيء هو اللي من جوا الجسم مو اللي من برا، فالمي، الفواكه، الأشياء المفيدة للبشرة هي حتساعد أكثر من البرودكتس اللي نستعمل. لا مية، وخلي بالك إحنا الفطار مثلا معاده في معظم بلداننا العربية من الساعة مثلا 7:30 7 لحد الساعة 4 الفجر. قسمي بس شرب المية، وده هو المي هو الشيء الأساسي للترطيب. واللي في ناس صراحة ما يشربون مي كثير مثلا، في بعض لا من جد إنه حطوا معه منكهات، حطوا مي ورد، في ناس يحطون مع المي عشان يغيرون طعم، في ناس طبعا الفواكه اللي ما يقدر يشرب ماء ممكن يتجه الى الفواكه. اكو ناس عبالهم انه اي سائل هو بديل للماء، يعني من اسال احد انه انت اليوم شربت ماء يقول لي شربت قهوه او شربت شاي. لا طبعا لا هو ما له دخل، يعني لازم الماء البيور هي اللي هي النصيحه بتاعتي دايما خلي معك الازازه قدامك في العربيه جنبك في اي حته. الواحد ينسى مرات. حاولت قدر الامكان انا من النوع اللي ما دائما بينسى الماء، فمشان هيك برمي حالي للمنتجات اللي دائما قدامي على المراية. وانا صراحة من محبين زيتين الصبح، يعني الكريمات تشربي كريمات؟ لا بس ممكن اشرب شوية. لا بس اللي عم بحكي انه عادة بحب استخدم انا المنتجات اللي بتكون لجميع انواع البشرة، وفي كتير منتجات بالسوق موجودة لك بتناسب جميع انواع البشرة، وانا اللي ناسبني اكتر شيء
زيت التين الشوكي ممكن تلاقوه بالمنتجات، رائع وخصوصي للترطيب. انا عندي مشكله بالهايدريشن كثير كبير لاني ما بشرب مي او لاني بنسى المي، فدائما عندي البدائل تبعه دائما هو المويسترايزر، والمويسترايزر من زيت التين صبار رائع، معروف بالفيتامين كي، معروف بالفيتامين اي، بيساعد على انه يخفف الهالات السود تحت العين، على شحوب الوجه. طب شو نصايح للولاد يعني؟ جاي بدي ما تكلمي عن البنات بس، يعني ما في مشاهدين ولاد حضرتك. انا احتاج بشده لو سمحت، حتى الاولاد حتى الرجال بيقدر يستخدم هذه المنتجات. بالنسبه لي الشامبو زي البلسم زي لا انتم مشكلتكم انه من يجي موضوع البشره عبالكم انه خلص هو يخص النساء فقط، مع ان احنا عندنا بشره زيكم. انتم لازم اكزاكتلي نفس الاشياء نفس الشيء يعني. طب ايه في النصايح بتختلف من ولد للبنت؟ لا انا احسها نفس الشيء لانه هي بالنهايه بشره. صح، هي نفس الشيء يعني الرجل زي هي بشره في النهايه، بس يستخدموا نفس الكريمات. ممكن تبقى الست او البنت بشرتها حساسه يعني، ممكن شيء واحد حسب نوع البشره يعني، حسب نوع البشره ممكن شيء واحد مختلف. في زيوت للبيرد للشباب حتى انا بشوف انه موجوده، لانه كان الحمد لله خيي دائما يجي لعندي كل يوم الصبح يصحيني، بحب يصحيني حبيبي هو. فدائما كان مخلي كل غراضه السشوار على اللي بيشيل هذا الشاشبيل ولا المشين الماكينه اللي بتشيل كلها موجوده. فانتبهت مره انه في مثل جار صغيره لي اويل، فانا استغربت انه انا ما عندي هيك شيء، فتحت وقريته مكتوب عليه بيرد اويل. ما بتذكر امتى انا اشتريت بيرد اويل يعني. انت طبختي بيه مثلا؟ فطلع هو بحطه بعد ما يتحمم. فاذا بتهتموا بالبيرد اوكي ممكن تستخدموا بيرد اويل بعد الحمام. والبشره والجلد عامه في الجسم كله يعني، الايدين الكعان طبعا اكيد اكثر الاماكن اللي تنشف. فين شياكه الواحد لما بيهتم بالحاجات دي؟ انتوا بتحبوا شاور جل صح؟ اللي هو تستخدموا شاور جل ممنوع. ايش كده يا اكو شاور جلز بيهم فيها فيها للرجال، حتى الافتر بيقولوا الافتر شيف وهدول الشغلات كثير في منهم مناسبه. بعد ما اتكلمنا على انواع البشره والاعتناء بيها ازاي، عايزين بقى نتكلم على الترند. من امبارح لحد النهارده الناس كلها نزلت على اللي حصل لي انا، وانا متاكد انه حصل لكم انتوا كمان، انه الصبح بقى بتشوف الانستغرام فكلها الستوريز بتاعت امبارح بتاعت الفطار. صح، فجوعت هذا الشيء. هي لها سلبيات وإيجابيات في حسب الدراسات. تقول إنك أنت تحط صور الأكل ما يحبذون، لأن مرات إن أنت الهدف مو تصوير الأكل، يكون حتى لو كان أكلك عادي تبغى تحط عليه أشياء بس عشان الصورة مو عشان انت اللي تبغى تاكل. وحتى ده نلاحظ المطاعم ريسنتلي يعني، كل ما يفتح مطعم ده يركزون على البرزنتيشن مال الاكل قبل الطعم، حتى الناس لانه ده يصورون هم قبل ما ياكلون، قبل ما يشوفون شنو طعم الاكل يصوروها اول شيء، فصارت المطاعم تهتم بالشكل قبل الطعم. بس بالنهايه يعني اللي ده يصورون الاكل اي جس ده يشجعون الناس على السمنه مثل ما الدراسات تقول، بس لا انا احس شيء بس برمضان سلبي. حبيبي معلش هني بس يشجعوك انت على السمنه. يا رب يشجعك. هي فرحه الناس، فرحه الناس امبارح بالفطار والصور بتاعت الفطار، هي كانت فرحه مش اكتر يعني، تحس ان كله مبسوط باللمه والفطار. وخلي بالك في بنات كتير مبسوطه ان هي طبخت، فبيوروا يعني مهاراتهم على السوشيال. بس بعد في انا اشوف ان في جانب ثاني يعني، اذا انت صورت الاكل في ناس يعني مثلا مو قادره تاكل، مو قادره تشوف أوكي. جيب هذا الاكل يعني من وجهه نظر ثانيه انه مشاعرهم، نراعي شوي مشاعر المحتاجين الفقراء. فهي فيها جانبين عرفت، انه صح الانسان يحب لما يشوف مثلا سفره حلوه او شيء انه يصورها، بس في نفس الوقت في ناس مو لاقين يعني. زي الفكره كلها انستغرام وسناب شات والسوشيال ميديا، بدل ما تيجي تنزلي صوره الاكل وتعملي اديت هتلاقي مثلا الكنافه بالمانجا بقى شكلها مورجان الماس ده ولا ايه بقى، الفراخ يعني المفروض ان هي مثلا طالعه من الفرن شكلها بيلمع، الواحد يتفنن. الانستغرام مش بيديها لمعه بقى، تحسي انه بيديها ديكور تاني خالص. هو الانستغرام من اول ما بلش كان قبل ما يصير فيه عليه بلوجينج، او هو كان فود بلوجينج بالاول كان كله عن الاكل. اول ما بلش الانستغرام او بلشوا العالم او يعملوا بروفايلز على الانستغرام، حتى بتذكر من رفقاتي قبل ما انا اعمل انستغرام قالوا لي انه رايحين على هذا المطعم تو انستغرامت، فانا اطلع انه احس حالي اوقات انه اوت ديتد، ما عم بفهم شو بيصير لفت اوت شو يعني انستغرامت وليه هذا محل الاكل. بعدين استوعبت انه الانستغرام واز اكشلي ا بلاتفورم فور فود، ف
بعدين صار عليه البلوجينج وكل هدول. سو مع رمضان اشتغلت يعني مع رمضان صار فانا نسيت حياتهم. بس انا احس الصور مع الاكل بهذا الشهر تبدي اول شيء المائده طويله جدا وكل انواع الاكلات، بعدين تبدي تنزل تنزل تنزل، اخر يوم بس لقي تمره ولبن وانتهى الموضوع. انت يعني طيب انه بينزل هي الفكره كلها ان اول يوم وتاني يوم، وبعدين لا في صور تانية كانت جميله قوي اللي هي بعد الاكل بقى. في ناس منزلها كانت الصور اللي هي بعد ما اكل و تبع توم اند جيري الايموجي هذا الصغير انه بيقولوا له بعد الاكل وقبل الاكل وبعد الاكل بصير هلا بوم. انتوا حاسين ان هو كانت امبارح الناس كلها بعد الفطار بعد الصداع وكلمنا عليه امبارح، وبعد كده اكلوا وبعد كده انتخوا، كويس ان النهارده الجمعه. انا حاسس كده يعني كان لا انت خطولك فعلا كثير. انا ده حرام، كان اول يوم شغل ورمضان وبتاع، بتبقى حلوه لو جت يعني، بيبقى جميل قوي لما رمضان يجي اول يوم جمعه لانه ما يبقاش في شغل وتستعد للصيام بتاعها، ما في دوام ولا شيء، يكونوا مرتاحين. طيب احنا بعد البريك الاخباري اللي جاي لنا في سكه دلوقتي، احنا هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو السوشيال ميديا والفيسبوك عملوا ايه في موضوع صور الاكل. في فكره كده عايزين نحكي لكم عليها، ده هنحكي عليها بعد النشره الاخباريه يا النشره جماعه. الاخباريه انا اكلت النهارده وفوت امبارح، ما كنتش اكلت كويس بس النهارده واكل وفايق ومخارج الالفاظ بنحاول كمذيعين ماسكين فيها، بس انا متاكد ان انتوا قاعدين بتتفرجوا علينا دلوقتي مستمتعين بالحوارات بتاعتنا اللي انتوا بتتكلموا فيها برضو وانتوا قاعدين مع اصحابكم، صح؟ اكيد نفس الحوارات اللي بنشارك فيها دلوقتي. فهنسيبكم مع النشره الاخباريه اخباري. لا انت عندك اليوم مشكله، امسككم يا جماعه مع النشره الاخباريه. يلا نشره اخباريه روح قلتها صح. الحمد لله يا رب. بعد النشرة الإخبارية ولا النشرة الإخبارية رجعنا لكم تاني، وكنا بنتكلم على الفيسبوك والسوشيال ميديا والناس اللي صورت امبارح والترندز وكانت عاملة ازاي الصور بتاعت الأكل. يعني عايزين نرغي فيها شوية تاني ولا نخش في موضوع تاني؟ انت عايزه يا باشا خلي قولهم الخبر اللي وصلت لي اياه اليوم اللي هو بتاع الفيسبوك. بتاع الفيسبوك هو انا مش عارف هو حقيقي ولا لا، ان الفيسبوك لو اي صور ليك ما اصدق هاي الاخبار بسرعه، لانه بالنهاية كل أحد حينزل الصور اللي هو يريدها. فشلون بس هو فعلا ممكن فيسبوك يبقى عمل أي يعني خاصية أن هي توقف أي صور الأكل أثناء ساعات الصيام؟ بس الحمد لله أنه الموضوع بس على الفيسبوك، لأن أنا من محبين الإنستغرام فما أستعمل فيسبوك هواية، فإذا بس القصة بالفيسبوك عادي هو مش هيفرق معايا. مش هتفرق، بس فيسبوك بيبقى عليه أكتر الناس بتشير بقى كل اللي بيحصل في رمضان أكتر. إنستغرام بتبقى حياتك ال بس ما حسيت صار الأب مال الأهالي اكثر من أيوة الشباب. بالضبط انا هلا كنت جاي بدي اقول انه كل بلاتفورم له الاودينس تبعه. بالضبط زي دلوقتي وانا اتصورنا صوره حلوه قوي عايزين ننزلها على الانستغرام اهو. على الهوا نزلت على الانستغرام مع البنات الجميله دي اللي معايا. عايزين بقى نغير موضوع، نتكلم في موضوع الريبورت. كنت لا 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 اليوم انت لا تتكلم خير شر. الروبوتات اللي هم الروبوتس الانسان الالي، وازاي بقى يعني موجود دلوقتي في حياتنا خصوصا واحنا عايشين في بلدنا الحبيب الامارات، بقينا نشوف واقع ان الروبوتس موجودين، الانسان الالي موجود في كذا حته دلوقتي. صح. فين شفتيه؟ بي بانك صراحة. صح صح. وانا بعد شفته انا شفت الفيديو مع الروبوت، اول روبوت سعودية اعطوها جنسية اسمها ايه فكرة؟ لا يلا شي بالاس نسيت شهناز قربتي ها بس اسمها حلو جدا. شنو اسمها؟ مش فاكرة اسمها روبوت؟ لا انا متأكد مشاهدينا دلوقتي عاملين يقولوا اسمها كذا. اقول لكم قول يعني كنت هعملها لكم مسابقة ما علينا. اسمها صوفيا. صح صح كان اسمها صوفيا. راحت على فكرة جت هنا الامارات وراحت مصر وبتلف العالم هي. طبعا في مصر قابلتها اجت من فترة على ابو ظبي صح؟ طيب فعلا كان اسمها هي الروبوتس خلاص بقت موجودة صح؟ طيب وبقت تحل وظائف كتير مكان ناس. يعني بقينا نشوف في البنك دلوقتي اصلا في بنوك موجوده دلوقتي ما فيهاش موظفين. صح. تخش كل لا حاجه لا مو كله، بس يعني في وظائف معينه زي خدمه العملاء مثلا. اشياء معينه تسجيل ما تسجيل تاخذ تيكت او شيء. بس لا بس هي الفكره انه مرحه بس هي جايه يعني تحس ان هي ماشيه ممكن تبدي على الخفيف بس شوي شوي حتاخذ وظائف كبيره يعني مناصب عاليه ممكن تصير دور المدير او دور اشياء اهم من انه تاخذين تيكت او تسوين شيء. بس احس الشركات هسه بدوا
يعني دي يستعملون الروبوتات بس نفس الوقت دي يخافون منهم انه بالنهايه الانسان حيبطل عنده وظيفه حيكون بمكان النقطة اللي أنا عايز أقولها بقى، هو في وظائف حلت جديدة مكان وظائف قديمة ما هو دلوقتي الروبوت ده محتاج حد يعتني بيه، يخلي باله من بشرته يحط ميك اب، يعلمنا شي ميك اب توتوريال، ويشوف الشحن بتاعه والسوفت وير الابديت والكلام ده كله، او زي ما بيقولوا لي دلوقتي استاذه حنان عماله تحكي لي انه في دلوقتي مدرسين روبوت، في شيف، فاكرين في على الفيسبوك والسوشيال ميديا كان في فيديو كده لانسان آلي بيطبخ عامل لك باستا كامله، ف في الروبوت ده عشان يشتغل محتاج مبرمج قبله. غير كده محمد، في دراسة في بريطانية تقول انه في 2030 راح يكون اغلب الشركات راح تعتمد على الروبوتات. هذا يخلي طبعا الناس تخاف مره لانه نسبة البطالة راح تكثر. ما انا بقول لك هي في وظائف كبيرة تتبدل، بس في وظائف جديدة. يعني دلوقتي مش مقتنع خالص ان ما ينفعش اجيال كتيرة في المدرسة تطلع ب شو اسمه ان هي مش عارفه البرمجه. صح عادي يا جماعه. صح. شيء بضحك يعني روبوت، يعني انسان خايف من روبوت، طب ما انت، ما الانسان هو اللي اخترع الروبوت. حتى لو هم اللي اخترعوه بس بالنهايه ممكن هم الخوف انه ده يصير كونكشن بين الروبوتات. ما هو ده انت سمعتي عن الموضوع صح؟ فالروبوتات ده يتفقون سوا ان هم شلون حيقضون على البشريه. لا فاخر شيء هم ده يخافون منهم انه يا بنتي اللي حصل بجد حقيقي ان ايلون ماسك تقريبا لقى ان في اثنين روبوتس بيتكلموا مع بعض لغه مختلفه، راحوا فاصلين عنهم الكهرباء. حتى ورا ما فصلوا عنهم الكهرباء ظلت مثل بيانات يعني دزوها واحد للاخ، فصار موضوع يخوف. يعني الانسان هو اللي سواه بس هو بنفس الوقت ده يحاول يسوي شيء. ايش حيطور الروبوت من نفسه؟ ترمينيتر. صح؟ ترمينيتر. انا الفيلم ده بحبه قوي. الفيلم ده اللي هو بيجيب لك ازاي الروبوت سيطروا على العالم وبقى في حرب بين الانسان والروبوت والكلام ده كله. بس هي فكره انه ليه فوائد كتيره جدا، انه انت مثلا وظيفه زي الروبوت اللي بكاميرا بيخش اماكن مثلا في المناجم. ما بقدر بدي اضحك. هذا غير لا انا عايش حياتك عادي اضحكي. الضحك حلو للبشره. لا والله بتسبب كثير تجاعيد. عيد انتبهوا، ما كثير تضحكوا، ما كثير تستخدموا فيشل اكسبريشنز طبعا. لا لا صدق ايه انتبهوا، انا متهيألي ان الضحك يعني بيحرك عضلات الوش. ريستنج فيس. هي كده جالها كريست الضحك. لا فالروبوتس مهمه، واللي انا بتكلم فيه بقى انه ازاي لازم نعد الاجيال اللي جايه لموضوع البرمجه، يتعلموا لغه البرمجه. لان انا مثلا متضايق قوي ان انا اتعلمت بيزكس، بس لو انت عارفه برمجه ضمنتي وظيفه لمده 50 60 سنه قدام، لان العالم كله هيضطر ان انت يبقى فيه لغه برمجه. يا اخي صعب. صعبه بس انت اتعلمتي انجلش، اتعلمتي فرنساوي، اتعلمتي اخذت البرمجه فرنساوي. بالمدرسه ما شيء ما 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 قدر يدخل راسي. ايه هو البرمجه؟ أي أو كودينج أو بروغرامينج أو اللي هو يعني. مرة شفت حلقة من مسلسل إنه بالمستقبل حيصير أكو مثل تشيب داخل كل بني آدم، يعني أول ما ينولد يزرعوها براسه. فهاي التشيب عبارة عن إنه أنت عندك ريموت ويو كنترول كل شيء دا يصير بحياتك. فمثلاً أنا اليوم رحت انترفيو أو رحت شفت أحد، اقدر بنهايه اليوم من ارجع للبيت اشوف اتفرج على يومي، يعني اشوفه كفيديو. اوكي. ومثلا يجي واحد يقول لي ان انت سويتي هذاك اليوم، اقول له شيء، يقول لي لا انت ده تشذبين، فلازم اروي الفيديو. أوه. والفيديو يكون انه حقيقي موصف. ما تقدر تسوي له اديت، بس تقدر تمسح مثلا الميموريز اللي انت ما تريدها تمسحها من ذاكرتك. فده احس هذا الشيء ممكن نوصل له يعني بالنهايه، انه التشيبس وهاي الاشياء انه حتصير الانسان كانه روبوت بس بيحاول يعيش طبيعي. بس ما برايكم هاي بتاخذ من عفويه الانسان او عفويه طبعا اكيد اكيد اشياء كثير. هو احنا شوي شوي بدنا نفوت بعصر غريب، يعني عصر كثير غريب. الواحد بطل فيه عم بيعيش لطفولته ماكو حريه ولا عيش ما في برايفسي ما في شيء ما في شيء. عندي تشيب براسي مشان اتفرج على يومياتي. وهي مش موجوده دلوقتي؟ لا هي موجوده يعني نوعا ما بس هي هسه خفيفه يعني. هي عم تحكي انه تشيب بالمخ ممكن انت اجباريه انه المولود اول ما ينولد خلص لازم يحطوا له، ما يطلع من المستشفى بدون ما يحطوا له هاي التشيب.
في كان في ثاني ان شاء الله ما اكون عايشه في هذا العصر ان شاء الله يا رب. ليه ده جميل؟ لا 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 ما ابغى انا كذا وما مو خالصه بعد تخيل كذا وما ملحقين. لا في مسلسل اجنبي ثاني شفته على ذكر المسلسلات انت بتقولي، انت عارفه الروبوتس دلوقتي بتحل محل الممثلين كمان يعني، فانا في الاخر انا نحب ممثلين روبوت. لا لا في الاخر هيجيبوا بدلنا روبوت مذيعين روبوت لا اسمه عينه بابا. الفكره كلها ان في روبوتس، او كنت انا عايز اتكلم على موضوع المسلسل ده انه ازاي التطور بيحصل. المسلسل كان جايب التدخل في الحياه الشخصيه بانه الانستجرام دلوقتي احنا بنشوف بعض تلاقي الناس كلها عندك كام فولوور، عندك بقى هيبقى في اب بعد الانستجرام، الاب ده هيبقى بشكل كبير بيبص على ريتس معينه للناس. وفي الصين تم تطبيق الموضوع ده، هشرح لكم باستفاضه الموضوع ماشي ازاي. الفكره كلها انه الابلكيشن ده بيشوف تفاعلك اليومي في الحياه عامل ازاي. لو انت بتعملي خير كتير الناس بتحبك، انت الريت بتاعك بتزيد، فبالتالي هتقدري تخشي مطاعم ما بتقبلش ناس اقل من الريت ده، هتقدري تعملي معاملات بنكيه لازم يكون الريت بتاعك الريت ده، غير الناس مستويات بالظبط. ففي الصين دلوقتي بقى في حاجات كده انه انت ريتك عامل ازاي عشان الحكومه تقيمك، تديك دعم، تديك بنفيتس، تبقى قادر تاخد لون. ولا هي زي مثلا الريتس دي موجوده لو انت بلاك ليستد ولا جود ان ذا ليست، فاهمه بتاعت انك تاخد لون ما تاخدش لون عشان انت ماشي كويس بتسدد قروضك او لا، بس ده هيبقى على التطبيقات اللي في التليفون. اوكي احس الموضوع حيصير بس انه بالتفصيل اكثر من هسه، يعني هو موجود حاليا بس بعدين حيصير بدقه اكثر. بالظبط دقه اكثر. فاحنا الروبوتس هتبقى موجوده شئنا ما أبينا لان هي بقت موجوده اصلا. وزي ما بقول لكم بلدنا الحبيب الامارات فيها اماكن كتير جدا، في اسم شرطه كامل سيتي ووك، في اسم شرطه كامل صح روبوت، ما فيهوش ضابط. ده اللي هيحصل، الروبوتس هتبقى عربيات طبعا يعني. السيارات هسه السيارات لسه بلشت هلا شوي شوي عم تطلع، بس بعدهم يعني انا سمعت دي يجربون انه اكثر من براند سياره دي يجربون انه السياره تسوق بدون درايفر، بس بعدها يعني مو كلش مضمون. بس كان تجارب كذا يمكن كذا شركه جوجل او غيرها انه عملوا فعليا وطلعت هذه السياره اللي من غير سائق. أيه. بس لسه فيه اشياء، بس ان شاء الله ما نوصل لهي المرحله لانه لا والله انا اتمنى اكون ناس كلش يحبون السوق فيكي. انا ما احب السوق، في متعه بالسواقه، في متعه. ايه انا كلش احب اسوق. طب أنا بعد ما نطلع بريك دلوقتي هيبقى عندنا موضوع كده، كل واحد نفسه ايه الروبوت تبقى شغلانه. يعني انت نفسك في روبوت ايه مثلا يبقى عندك؟ هل سواق ولا مثلا في البيت ينظف؟ انا عرفت ايش ابغى. انا من الحين عارف. انت عارفه انت هتكوني كل واحد هيقول الروبوت اللي نفسه يبقى موجود بيعمل مهمه مثلا في يومه، وانا هقول لكم برضه نفسي يبقى عندي روبوت بيعمل ايه. يعني بس نروح بريك سريع ونرجع لكم تاني مشاهدينا. احنا لسه في قناه الان ومع موعدنا شباب كل يوم زي ما قلت لكم من الساعة 6:30 ل 8. الحمد لله ما في فقرة إخبار. يلا بينا، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وكنا بنتكلم على الروبوتس وبعدين الريبورتات اللي هي طلب بالفرنش عشان كان عندنا نقاش على الفرنش والانجليش دلوقتي، بس انا ثقافتي انجليزي. ثقافات متعدده ما شاء الله عليك، مواهب. الفرنش ضايع خالص يعني انسوا، كنت دايما في الامتحان بس بيبقوا حاطين اسئله كده بتبقى محفوظه وشكرا خلاص بنا ده دلوقتي. المهم يعني كنا بنتكلم على الروبوت والانسان الالي. انا نفسي في انسان الي يرتب لي لبسي بس. ده انت مره متواضع. ليه انت عايزه ايه؟ انا ابغى انسان آلي ايوه يرتب لي حياتي، يرتب لي حياتي كامله، يعمل لي شعري، يحط لي ميك اب، سواق يوديني، سواق يوديني ويجيبني، ما احب اسوق. انت عايزه اسيستنت كامل يسوي لي ملابسي، يلبسني، لا 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 ينظف، يعني كل شيء تقريبا. انا احب اني اكون ويطبخ لك وكل حاجه. ارجوك ارجوك. ومو اي اكل، ابغى اكل كذا صحي يعني يهتم. اوكي وانتم؟ ما بعرف يعني مش حاسه ايه اكتر حاجه محتاجه، يعني مثلا السواقه عايزه روبوت، يعني عايزه لا يعني
مش حاسه ان في احتياج ليكي؟ اذا انت نشيطه قوي يعني. عم يجي شيء على بالي بالنسبه لي، لان انا حاليا بعدني ادرس بالجامعه، يمكن انتم ما خطر على بالكم يدرس الامتحانات ينجحني كل ايز، لانه صراحه هذا العذاب اللي انا عايشه حاليا. لا هو ان هو يخش امتحان مكانك دي اظرف حاجه اعتقد. لا بس لا بجد يعني في اي حاجه ممكن يصحيني بروبوت يصحيني يعني هو ده يعني يعملوا لك روبوت عشان بس يصحيك؟ ما عم يجي شيء على بالي والله. روبوت عشان تصحيك والله. استني هقول لك اقتراحات. يعني مش عايزه روبوت مثلا يكون بينقي لك لبس؟ لا لا يعمل لك شوبينج؟ لا بالعكس. انا بستمتع بالشوبينج. انا استمتع بالشوبينج. انا عايز روبوت. ما قلت لكم انا بحس ان الدولاب لما بيتروق حياتي كلها تبقى متروقه يعني ممكن انا معك بهذا الشيء. ايه انه حدا يرتب لي ممكن خزانتي على طول دائما تكون مرتبه. ممكن هو عامه زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل اللي لسه جاي بيتفرج معانا دلوقتي، احنا كنا بنتكلم على اهميه الروبوت وازاي حلت محل وظايف كتيره زي في البنوك، زي في المطبخ، المطاعم بقت تستعين بالروبوت تطبخ، بقى في دلوقتي روبوت كمان واقفه روبوت يطبخ لي. شكرا ذكرتني، بدي روبوت يطبخ لي على طول. شفتي شفتي لازم. وبعدين يبقى في روبوتس تعمل ايه تاني؟ قلنا اللي موجودين دلوقتي ككاستمر سيرفيس اللي هو تخشي في بعض الاماكن في دبي او في الامارات تلاقيه واقف تساليه يدلك ويخلص. ده كان موضوع الروبوت. اما بقى موضوع تاني لازم نرجع نتكلم تاني على السوشيال ميديا، واننا في عصر السوشيال ميديا اللي بيحصل الفتره الاخيره دي بقى فيه اهتمام كبير جدا ومن الافراد ومن الشركات على السوشيال ميديا، وبالتالي ظهرت وظائف تانيه جديده وهي وظائف السوشيال ميديا. يعني ده اللي كنا بنتكلم فيه لما الروبوت حلت محل وظائف، بقى في وظائف تانية للبني ادمين تشتغل في البرمجه، بس في وظائف في عصرنا دي دلوقتي بقت جديده خالص ما ينفعش. يعني انا لو كلمت مثلا من 20 سنه قلت لحد انت هتشتغل عندنا مسؤول للسوشيال ميديا مش هيفهم بالظبط. فبقى في وظيفه السوشيال ميديا. حابين التغيرات اللي بتحصل في الوظائف دي وحاسين ان لازم حاببتها لانه في تنوع، في تنوع وفيها ابداع، مو انه ما فيها ابداع. فالواحد بيطلع ابداعاته بهي يعني في كتير اسامي وفي كتير بوزيشنز بالشغل انا بسمع فيها وبستغرب فيها، بس حق انها تكون موجوده لانه كل واحد عنده موهبه معينه تجاهها. بعدين السوشيال ميديا صار يعني طاغي على حياتنا بشكل عام، ما كنا متوقعين، ولما صار يمكن صار في عليه انه ضحك، بس بعدين صار في بتحس كانه ايم العالم بده توصله انه اي ونت تو بي ا سوشيال ميديا مانجر مثلا لهذا لهي الايجنسي اللي اسمه واصل مثلا لما بعرف وين او انترناشونال كومباني. انا اشتغل مثلا استلم السوشيال ميديا طبعا لانه الكامبينز اللي بتصير على هدول الشغلات كثير حلوه و اتس انترستينج وبعيد عن الشغلات اللي البرستيجيه انه مثلا هم يكون دكتور ولا هم يكون مهندس. خلاص طلعنا من هذا الباب، راحت هاي راحت هاي الايام. برافو عليك. هذا انا بصراحه كوحده تشتغل على السوشيال ميديا ومجربه هذا الشيء حسيته صار الموضوع اندستري، يعني بطل صح. انه بس فور فن او واحد يكون عنده حساب على السوشيال ميديا انه هو بس دا ينزل صور، صار الموضوع بشغل وارباح، والناس يعني دا تطلع ابداعاتها مثل ما قالت ريم. يعني دا يطلعون بنات صغار انه مثلا وحده بالميك اب، وحده بالفاشن، وحده باي شيء هي يهمها او اتس فن يا ميك اب انت يا فاشن. فصار موضوع الشغل انه بنفس الوقت فن، بنفس الوقت انت دا تجيب ارباح لنفسك. ودا حسه يعني اكو ناس بعدهم دا يشوفوا شيء غريب مثل الاهالي او الكبار بالسن، بس بالنسبه للشباب اللي مثلنا خلاص صار موضوع طبيعي انه واحد يشتغل على السوشيال ميديا. على ذكر الموضوع ده عايز احكي لكم قصه تضحك قوي. في واحد مره ما كانش فاهم يعني الشغل الجديد ده، كان راجل كبير في السن، فهو يعني معرفته بالتكنولوجي وكده عن الويب سايتس يعني جوجل. فهو مره قابل شاب لينا بيشتغل في جوجل، كنا قاعدين شباب، بيقول له بتشتغل في جوجل؟ دي يا دوبك صفحه. لا كده كتير. بقول لك الاجيال القديمه مش فاهمه كويس. من جد الاجيال القديمه يعني في ناس ما يعرفون حتى كيف يتعاملون مع الواتساب، يعني حتى ما يعرف يكتب ولا قال له ما تروح ياهو، يعني انه ياهو مليانه حاجات غريبه. تعرفش جوجل اصلا انه جوجل اساسا يعني. وصار اكو ناس يعني ما اعرف اذا تشوفون على اليوتيوب العائلات اللي هي فلوجرز، يعني كل يوم يصور حياته اليوميه، هو ما دي يسوي اي شيء انه غير عن العادي، بس يصور حياته شنو دا يسوي بيوم العادي، والناس توصل للفيوز ملايين، هو دا يجيب ارباحه من هاي من يوتيوب. وتشوف الناس يستغربون انه واحد لازم كاميرا ودا يمشي
وده يصور حياته طبيعي هذا الشغل الحين. اي بس بالنسبه اكو ناس اللي ما يعرفون اصلا انه هذا شغل يستغربون انه انت ليش بدك تحكي ويا كاميرا. ما هي زي ما انت قلتي يا ريم انه في ما فيش يعني الدكتور والمهندس وكل الشغلات دي مطلوبه لسه وفي سوق العمل اكيد مطلوبه. بس دلوقتي ممكن خلص الشاب بيتخرج من الجامعه او ممكن يكون يدرس في الجامعه دلوقتي, اعتقد في مواد اضافه دلوقتي للبزنس طبعًا. والناس اللي بتدرس مانجمنت اللي هي السوشيال ميديا مثلا البي ار, بس بي ار موجود من بدري شويه. اعتقد ان اقصد ان البي ار وتطوره مع السوشيال ميديا. يعني انا هسه حاليا بالجامعه بنص الكورسات اللي اخذها مع اني ادرس يعني الصحافه طبعا لها علاقه بالسوشيال ميديا, بس حتى بباقي المجالات البزنس وهي الاشياء تلاقي بكل كورس لازم موضوع السوشيال ميديا ينفتح باي درس من الدروس. يعني صار شيء الواحد ما يقدر يستغني عنه اصلا. مزبوط. وانا بس تبعا لحديثك انا ما قصدي انه الدكتور او المهندس ما لهم داعي هلا بحياتنا, بس كان في اقليه يعني كان اللي بده يدرس بزنس انه يعتبر مثلا منه ذكي, او اللي بده يدرس مثلا ماركتينج او ميديا بشكل عام يعتبروه انه شو هذا شيء سهل. بس اللي ما بيعرفوا انه نحن مثلا اللي نحن هلا عم نعمله مو بس انترتينمنت, لهم تعب لنا كمان مثلا, وهي عن جد فعليا فيها ابداع. مو اي حدا في يقعد على الكاميرا ويحكي طبعا. مو اي حدا في يقعد ورا سوشيال ميديا اكاونت ويستلم كذا اكاونت. هدول براندات انت عم تستخدم لهم جايد لاين استراتيجي, يعني هي استراتيجي يعني هي استراتيجي يعني هي اهم شيء ممكن لا تكون موجوده بالحياه. زياده على الكلام اللي قالته ريم, يعني السوشيال ميديا فتحت ابواب كثيره للناس مثلا زي ربات البيوت اللي ما يقدرون يطلعون في المشاريع مثلا طبخ او المشاريع الصغيره اللي يسوونها مثلا هي ظروفها ما تسمح لها انه هي تشتغل برا او تطلع من البيت, فتستخدم السوشيال ميديا في يعني بتدخلها دخل وبتقدر لها دخل يعني. وفي اللي بقى مبدع زي ما انت قلتي عن طريق الستارت ابس اللي صارت الستارت ابس هلا اللي صارت. ما في ستارت اب فيها تنجح بدون ترويج على السوشيال ميديا او بدون حدا بيشتغل على السوشيال ميديا عندهم ان هاوس او بيتعاملوا مثلا مع ايجنسي برا اوتسايد انه تقدر تروج لهم اعمال انه شغلهم ليفرجوا العالم انه كيف هن بيختلفوا. هي صارت الطريقه الوحيده انه واحد يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. انه اللي دا اشوفه حاليا بدبي الانفلونسرز, انه كل ما يكون اكو براند تريد تسوي دعايه لفد شيء راسا يستعملون الانفلونسرز حتى يوصلون الفكره لهوايه ناس. يعني يشوفون عدد المتابعين انه هاي مثلا البنيه حتوصل لي انه البرودكت مالتي لهوايه ناس, بس اكو ناس اللي يشوفون انه انت شنو شغلتك بس تاخذين صور وها هي قاعده. ذكر الانفلونسرز مش عايزين نفكركم اللي عايش في الامارات لازم يعمل رخصه دلوقتي لو انت انفلونسر وعندك متابعين كتير. ايه رايك في الكلام ده؟ هنتكلم عليه بعد الفاصل. هنطلع بريك سريع ونرجع لكم تاني مشاهدينا. احنا لسه على قناه الان وبرنامج موعدنا شباب اللي كل يوم في توقيت السعوديه من الساعه 6:30 للساعه 8. بريك ونرجع لكم تاني. يلا رجعنا لكم بعد البريك السريع وكنا بنتكلم على السوشيال ميديا والصور بتاعت الاكل امبارح والنهارده شفناها على انستغرام الصبح فجوعنا, واتكلمنا على الروبوت واتكلمنا على الوظائف الجديده اللي موجوده في الحياه. بس احنا عايزين نعرفكم او لو لسه بتتفرج علينا لاول مره, امبارح كانت اول حلقه لينا في رمضان, ابتدينا فيديوهات كده بنعرضها وفيها سكتشات كده سريعه لقطات تمثيليه لقصه, وبعدين المفروض احنا وانتم نحللها سوا. واول حاجه بنحذر منها وننوه منها بلاش يبقى عندنا ايه بري جادجينج. الله حفظنا الدرس خلاص ده لكل الناس. ايوه حضرتك شايفك كنت بتبصي لي من هناك. انت بتبصي لي ليه؟ انا قصدك ايه ان انا بري جادج؟ لا انت اللي حضرتي الدرس. الفيديو كان امبارح فيه اجتماع وهو بيحصل في اجواء عمل وفي موظفين ومديرين وقصه كده, انا هسيبكم تتابعوها. فهنلعب الفيديو دلوقتي وبعدين نرجع نتكلم فيه معاكم ونرجع نشوف مقطع تاني منه عشان بالترتيب كده نعرف نحلله واحده واحده مع بعض. الفيديو جاهز؟ يلا جاهز. يلا بلاي. انا اسف على التاخير. لا 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 عادي مفيش مشكله يا فندم. عملت ايه في الملفات اللي معاكم؟ كله تمام. ايه ده الملف بتاعي. ايه بس كان في مشكله في اخر بتاع العربيه. طيب احمد هات الملف اتفضل. بس برضو في اخر نادى خدي منه الملف. خدي خلاص كان انتهى احمد.
لا ده راجع الملف ده شوفي احمد وصل لحد فين وكمليه. اوكي حاضر يا فندم. الملف بتاعك يا سهى. تمام فندم. في كل حاجه زي ما حضرتك طلبت بالظبط. مظبوط ندى هترجع الملف ده. تمام حاضر يا فندم. ندى ايه؟ ندى ايه؟ هي ندى اللي هترجع ورايا؟ في عندك مشكله ولا حاجه؟ كل الموضوع اللي انا مش فاهمه يعني. طيب هو الاجتماع ده عشان كلنا نفهم. الثلاث ملفات اللي موجودين معاكم يا اساتذه دول كلهم لشركه واحده لكن لفروعهم المختلفه، فمطلوب مننا نجمع الملفات دي كلها في ملف واحد نراجعه كويس جدا وتركزي فيه كويس جدا جدا عشان نوصل بيه الحل النهائي للشركه الام. اه وهي ندى اللي هتعمل الكلام ده؟ هو مين هنا اللي بياخد القرار؟ انا ولا انت؟ انا اسفه يا فندم ما اقصدش، بس كل الموضوع يعني ندى ما كملتش شهرين هنا وهي صاحبتي وبقول الكلام ده وقدامها، بس يعني ازاي يعني ما كملتش شهرين ازاي تشيل مسؤوليه بسمعه الشركه يا فندم؟ الموضوع انتهى يا استاذه. شفت الملفات شفت عملت في الملفات اللي معاك يا جماعه. انا متوتر مره. طيب احنا شفنا المقطع دلوقتي واعتقد كتير منكم يا مشاهدينا شفنا، فتعالوا نتكلم نحلله. يلا واحده واحده اتفضل حلل. يلا لا حضرتك قلتي حلل ليديز فيرست. حكينا امبارح قلنا لك البنت غيرانه من رفيقتها ما صدقت. لا وليش نطلع هيك وليش ناخذها بطريقه ايجابيه؟ ما عم نقول لك نحن سلبيين، لكن نحن البنات بنفهم بعض، هيدنا عظيم منغار من بعض، نحنا ناس منغار من بعض خلاص. مش ممكن تكون هي بنت بتدافع عن حقها وان ازاي تعبت في الشغل ويجي الموظفة تاخد منها اللقطة كلها في شهرين. في شيء غلط انا بالنسبة لي من وجهة نظري من عند المدير، انه كيف واحدة مثلا انا ما اعرف هي صار لها كم سنة كانت تشتغل، بس كيف واحدة لسه جاية شهرين و يعني ليش المفروض هو يعرف السبب يعني؟ في اولويات في مين اللي عنده خبرة على سبب؟ هلا هو مدير على سبب ممكن امكانياته تكون احسن من امكانيات ممكن بس مو كل بس مو في فتره شهرين في شيء غلط في الموضوع. طب بلكي البنت كثير مبدعه يا الله في شهرين عارفه انها بس هو المدير خليك شاكين بالموضوع بس استل في اولويات. في ناس لهم سنين طويله مثلا انا ما اعرف في الشركه او انه اكتسب خبره يعني. انا مع بالضبط. ما عم اقول اني انا مع ممكن البنت عندها خبره، بس في ممكن يكون في جانب ابداع عند الانسان. هاي في ناس بتبدع بسنين وفي ناس عندها نسبة إبداع بشهر وشهرين ويوم ويومين. ممكن طبعا هذا الإبداع وارد. لا يقاس بالإكسبرينس. بس هذا غلط من المدير نفسه أنا أشوف. بس أنا لا أشوف ممكن هو عمال يرمي الشغل كله عليها. أنا لو منها أصلا ولا إيه حضرتك ده. أنا اللي عمل كل حاجة. أنا برأيي المدير الناجح أنه ما يعمل حساسيات بين الموظفين. لا بس هو يمكن ده يحسس البنية الجديدة أنه هي شاطرة حتى تبقى على نفس المستوى، أنه ممكن يريد يشجعها. بس ممكن ده ضر الموظفين الثانيين. لا بالعكس يمكن ما رح تكون في إنتاجية زي الإنتاجية. لا يمكن القديمة تشوف أنه هاي البنية الجديدة أنه شلون ده يعاملها المدير فتصير تريد تحسن من نفسها. لا البنات يغارون زي ما قالت. ما في بنت حتاخده بهاي ايجابيه حبيبتي. بس انت كثير انسانه ايجابيه. حيبقى اكو غيره بالموضوع بس حتصير تريد تصير احسن منها يعني. في ناس حتصير بتورجيها منافسة. في ناس بتورجيها. مبسوطه قوي باللي عمال يحصل ده. ارتحت شويه. تعالوا نشوف سهى واللي حصل بقى في بقيه الفيديو ويلا بينا نتفرج عليه ونرجع نكمل تحليلنا او تحليلهم. يلا العبوا الفيديو. هي ندى فين؟ في الحمام. طب لما تيجي بسرعة قولي لها تجيب الملف في مستر حاتم. عيوني. بسرعة. يلا بينا شفنا لقطة تانية دلوقتي من الفيديو مكملين تحليلنا. بس هو الصراحة يعني مضحك الموضوع شوية. شوف هي الموسيقى تلعب دور يعني، هاي الميوزك اللي طلعت هالسوية المشهد تحس ان البنية حتسوي شيء بيشر يعني صراحة مبين من تمثيلها مبين من نوع التمثيل. طب هي سهى هتعمل ايه؟
هتسرق الملف ولا لا؟ هتعمل حاجة، هتعمل حاجة وحشة، هتعمل حاجة وحشة. ليش؟ هتعمل حاجة وحشة. لأنه هذا اللي أنا قلت عنه من الأول. أيوة يا سلام. أن المدير أن المدير ما عرف يتعامل صح، فبالتالي صار في حساسيات بين الموظفين، فهي راح تضر زميلتها. وانت مش هتعملي حاجه في الموضوع، مالي دخل. مها قالت هيك خلاص، يعني خلاص هيك الموضوع يا جماعه، مو لازم نشوف الفيديو. يا جماعه مها قالت خلاص، انا ما انا فيني اناقش مها، ارجع اناقش مها. ما بصير يا ليت كل الناس كذا. ايه شايفه ايه؟ ما اعرف، انا قلت لك من الميوزك اكو شيء غلط حيصير. بس مثل ما قلنا الغيره مال البنات تلعب دور، فهي مبين انه ما تريد تكون بصفها للموظفه الجديده، فحتسوي لها شيء مو ولا ناجحه، ولا بدها تشوفها بمكان ناجحه بال اكيد. طيب بالشغل. احنا كلنا شفنا، تعالوا نشوف بقى سهى او كلنا قلنا، تعالوا نشوف سهى هتعمل ايه دلوقتي في بقيه الفيديو عشان نعرف ايه اللي حصل. يلا بينا يلا بينا. معاكم تاني بعد ما شفنا اللقطة السريعة دي. احنا هنطلع بريك ونرجع نحلل بقى احنا الاربعة تحليل قوي جدا، يعني عايزين بقى نمسك الفيديو من اوله لاخره. توقعاتنا صح. فيلا بينا على بريك ونرجع لكم تاني، وانتوا كمان يعني عايزين توصل لنا ارائكم على السوشيال ميديا الان تي في، هتلاقونا على السوشيال ميديا كلها، فيسبوك وانستجرام وكل حاجة. يلا بينا. رجعنا لكم تاني بعد البريك السريع ده، وكنا عشان بس لو حد لسه بيتفرج علينا لسه جايب الفطار كان بيشرب شاي ولا حاجه ورجع لنا دلوقتي على التلفزيون، في فيديو عرضناه. اول حاجه كان في لقطه بتاعت الاجتماع، وبعد الاجتماع كان في لقطه المسائل على الملف، وبعد كده اللقطه بتاعت ان هي خدت الملف. عايزين بقى ايه نبتدي نتناقش في الموضوع ده ونشوف تحليلاتنا، هل هي اللي عملته ده صح غلط؟ مش عارف. كونك إيه. انسان ايجابي ارجوك، عقلنا عملنا طلع لنا شيء انسان ايجابي ونفسي. بص انا شايف ان هي ممكن تكون عملت كده، كلنا بني ادمين وبيتحكم فينا بعض الغيره والغل والحقد. بس انا لو مكانها بجد انا بنصح اي حد، اي حاجه تحصل كبر دماغك. يا ريت كل الناس نفسك. لا انا كنت بغلط حضرتك. يونيك انت، ما في مني. لا بغلط وبرجع احاسب نفسي قبل ما انام بالليل واقعد اقول ليه عملت كده. هو ده الضمير يا جماعة. هو ده الضمير. هي هاي النصيحة ممكن نقولها، إنه خليك في نفسك. يعني هي إذا ما تتدخل بأي شيء ده يصير حواليها بالشركة، خلاص لا حتضر نفسها ولا حتضر اللي وياها. هاي هي شغلة دائما بتنهي، دائما بتنهي حديثها. يعني أنت اللي كنت هتاخدي الملف يعني. كنت هتاخدي الملف صح؟ كنت هتبقى متضايقة وتاخدي الملف فنتي وتسرقيه. هي اصلا كلمة ملف دي معصباني يعني. الفايل ولا حتى الفايل، لو مفيش حد اعتقد في الشغل بيقعد يقول الملف فين والفايل فين يعني دلوقتي. بطلنا الحركة. اذا في دوكيمنتس كتير مهمة قديمة، اذا شركة كتير قديمة وفيها دوكيمنتس مهمة كتير وقديمة، لا في منها بعدها سيفد ان فايل زي دوكيمنتس. ماشي، بعيدا عن قصة الملف عشان بس ما نخرجش مرة الموضوع. هي اتصرفت تصرف من ان هي زعلانه انتقامي. واضح ان هي راح تنتقم. كانتش المفروض تعمل كده، لو كنا لو جالها حد ينصحها يقول لها استني، يعني يمكن مثلا مدير بيعمل حاجه هتغلط هي تاني يرجع لك انت الشغل، والشغل مش هيموت. يعني اشوف هاي الاشياء يعني بالنهايه تنعرف. يعني هي من تسوي شيء غلط اخر شيء اكيد المدير حيعرف او الموظفه الجديده حتعرف، فمن الاول ما كان اكو داعي انه هي تتصرف هذا التصرف، لانه
لو رح يرجع لها الدنيا دوارة أو إنه أحد حيعرف من الشغل وهي بالآخر حتنطرد. هو عامة في الفيديو في دور ولد تاني بيطلع معاهم، احنا عايزين بس نقول هو كان ظهر امبارح كان ليه دور كبير اما كان بيطلب اجازه وكده، بس النهارده هو ليه دور قوي. بس احنا هو البطل هو هو يظهر مره واحده وخلاص. هو كان عمل حاجه في الملف بتاعه ومشيت كويس وراح منشكح قوي للمدير ان هو عمل حاجه كويسه، بس المدير قال له يعني ده شغلك انت ما عملتش ولا زودت ولا اي حاجه. مفيش حاجه عظيمه. الاكسترا مايل دي بقى الحاجه اللي انا عايز اتكلم عليها دلوقتي. هو البنت اللي هي جت في شهرين يمكن اشتغلت شغل كبير واتعلمت من الزملاء بتوعها حاجات كتير فعملت الاكسترا مايل، فهنا المدير وثق فيها. هذا هو اللي عم بحكي عنه. ده اللي انت كنت تقصدي، هذا اللي هو انا عم بحكي عنه. في كتير ناس قادره فترة في عندها فصيرة. نسبه انتاجيه كتير عاليه، يعني ما شرط بشهر تطلع، يعني بسنه او سنتين تطلع، في منها بشهر، في منها بشهرين، في منها ما بتطلع، في منها بتطلع. يعني فينا يعني اي ثينك هي اتس ا تالنت عند البني ادم موجوده فيه، هبه يعني من رب العالمين. فاذا موجوده انه الواحد اكيد بده مو يستغلها، بده يعني يتحاسب عليها يتشجع عليها. قصدك هذه وجهه نظر صحيحه 100%، بس بعد ممكن انا ما ادري ليش كل وجهات النظر شريره. ممكن يكون ممكن يكون في الموضوع في واسطه مثلا، وهذا موجود في بعض الاماكن. كون الناس لازم يكون عندهم واسطة عشان يكون في مكان أحسن. ممكن أكو علاقة بين المدير والموظف. ممكن إنه هي ما أعرف، بس إنه الواسطة موجودة في بعض الأماكن. يا جماعة نحن نتفرج على مسلسلات عربية كتير. أفلام عربية كتير أنا هاي بشوفها نحن بمسلسلات. هذه حقيقة، بس هذه حقيقة في بعض الأماكن فعلًا في ناس موجودة. في شيء موجود. ما في شيء إيجابي على طول، كل شيء أوكي. قبل ما نطلع نتفرج على الفيديو الخلاصة عايز أقول لكم على حاجة. محمد صبحي الممثل المصري القدير كان قالها، اشتغل كتير تغلط كتير تترفد، اشتغل نص نص تغلط نص نص ما يحصل لكش حاجة، ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى. تعالوا نشوف اللي حصل في الخلاصة بتاعت الفيديو دلوقتي ونرجع لكم تاني. تحمست بليز، أبغى أعرف، بدي تعرف الكيف. عملتي كده؟ الحسد نساني ان انتي صاحبتي الوحيدة اللي عمرها ما عملت معايا حاجة وحشة. لقيت نفسي كنت متغاظة وعايزة اقطع الملف، عايزة اعمل فيكي اي حاجة. بس والله العظيم وانا باخد الملف كنت بتقطع من جوايا، واول ما نزلت تحت لقيتك كاتبة اسمي معاكي شريكة في البيزا، كسفت من نفسي جدا. شططتي على اسمك؟ اه عشان مليش حق. تعالى وريني المصيبة دي، ملفها فين؟ اهو يا فندم، الفايل ما كانش ضايع. حتى لو ما كانش ضايع، انت خابط معايا شريك يا سهى. يا فندم مش عايز كلام، بس اخلص كلام مع الراجل اللي عندي جوه وحسابنا مع بعض بعد كده. يا فندم سهى ملهاش علاقة. ولا زفت بقى. وانت كنت منهارة. احمد الفايل كان في التويلت وانا نسيته جوه، وسوها هي اللي لقيته. رجعنا لكم بعد الفيديو الخلاصه اللي شفناه دلوقتي. بصوا يعني هي في حاجات كتير تضحك، بس احنا خلونا ناخد الحته المهمه من الفيديو الخلاصه. الخلاصه الاصدقاء وقت الضيق. شفتي هي جدعه ازاي البنت بعد ما هذا هو ضمير صاحي اللي قلت عليه اللي كان موجود عندك انتقل عنده. بس انا اقول الندم حاليا ما ينفعها، ما ينفع. هي سوت مشكله بعدين ندمت متاخر. فلما في غلط يبقى لازم يبقى في عقاب. هي جابت العيد. جابت العيد.
بس يعني هو اصلا المدير بيتعامل بطريقه غريبه جدا، انا مش متفق مع طريقته دي خالص، يعني عصبيته وطريقته والراجل اللي معاه اللي احنا مش عارفين دوره ايه في طب الملف واضح، الملف واضح في حياه او موت. طب انت المدير وعم بتدور وضايع وانت مشوش بهذا الشيء، تخيل انت كيف حتتعامل انه يعني اتعصب قوي كده وانت شفت المدير عرف انه هي اللي اخذ الملف، بغض النظر انه هي كانت رفيقتها وقفت جنبها وقالت انت مو فاهم القصه وما بعرف شو، بس الواقع المدير هو ما راح يشوفها بهاي ما راح يشوفها بهاي الصوره لانه عرفان. بس انت كنت هتبقي عامله زي صاحبتها مثلا وتقولي لا انت فاهم غلط، ولا هتقولي يلا احسن في داهيه؟ لا انت فاهم غلط نفس الحاله، انت لازم تدافع. ساعه الفزوره بتاعت امبارح وانتوا طيبين انتوا الثلاثه. بس احنا مثل ما قلنا البارحه على المدراء انه دائما هاي الشخصيه العصبيه وانه خلص لازم الشغل يمشي لانه بالنهايه مصلحتها هاي، فهو ما راح يشوف الموضوع انه هاي هي وصديقتها صار بينهم مشكله ويفكر بيهم هم كصديقات، فحيفكر بالشغل اكيد ويعصب. بس هي المصلحه بتخلي الواحد ساعات يتسأل خلاص مصلحتي وعايز احافظ على مهنتي وشغلي، فلو حد اذاني انت اللي جبته لنفسك. هي في النهايه شخصيات، انا اعتبرها لا أنا حسب الشخصيه. لا انا ايمين رده فعل رده فعل حسب شخصيه الانسان. بس يعني هو في النهايه اللي هي عملته سوا ده كانه بيترتب بسبب ان هو المدير ممكن كان يوزع العمل، ممكن كان يخلي الفكره كلها بتاعت انه ساعديها في ان انتوا تعملوا البتاع ده مع بعض، انه ما تخليش الموضوع كله يبان انه انت اديت الشغل كله من واحده اديته لواحده ثانيه فهي تتضايق، لانه انت لو راجل خبره ومدير عارف ان ده ممكن يكون في يوم من الايام حصل لك، فمش لطيف. محضر نفسك. فليه كده حضرتك؟ اشتغل كتير زي ما قلنا، تغلط كتير ونفسك بس. بس هو الفيديو يعني السكتش ده هيبقى معانا كل يوم، سكتشات كده وفيديوهات هنقعد نتكلم فيها وندردش من مواقف بتحصل شبيهه للمواقف الطبيعيه في حياتنا، في العمل، في الطريق، في سوبر ماركت، في مولز، في فين تاني مواقف غريبه بتحصل يعني في كل حته يعني بالبيت. بيكون في بالبيت انك شويه بتكون سريع الحكم على حاجه وتكون لا غلط، وممكن تكون الفيديوهات دي احنا بنتفرج عليها فعلا يعني نراجع نفسنا لو حد عمل معاك موقف بايخ في الشغل، المشكله انك تصبر عليه وتهدى كده انت شكل حد عمل معاك قبل كده، مش عندك خبره في الموضوع ده يعني؟ الحمد لله في نطاق العمل وغير نطاق العمل الحمد لله موجودين كتير بالحياه، بس يعني مع على لا على مدى العمر الواحد بيكبر بيتعلم كيف يكون امتى يكون كتير صارم تجاه موقف معين وامتى يكون يتجاهل. بس بشكل عام بصراحه انا كريم ابزت ورا ظهري، بس يعني في بيكون رسميات وحدود وحيطان عالية بيني وبين الشخص اللي أذاني أو الشخص اللي عمل لي كان بالعمل ولا غير العمل، بس موجودين كتير الحمد لله. تنسي ولا تسامحي؟ لا أنا بسامح بس ما بنسى. أنا بحس أنا بنسى بس ما بسامح. لا أنا هم من نوع أسامح بس ما أنسى، لأنه الإنسان بالنهاية يغلط يعني ما حد معصوم عن غلط مزبوط. فبالآخر يعني خلص إذا أحد يطلب منك السماح أو غلط بحقك المفروض أنه تسامحه، بس خلص هي it's up to you بالنهاية أنت تكمل وياه مثل ما كنت أو تسوي حدود وحيطان. لا والله لا 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 أنا فكرة أصلاً من عملي. لا 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 أنا بالنسبة لي أسامح إذا زي ما قالت طلب مني السماح، بس بعد كذا اخلي حدود في التعامل رسميات يعني يكون رسمي ما يكون زي الاول يعني. هي خصوصا لو حد معك في الشغل وهو من اقرب الناس ليكي بتبقى العمليه صعبه جدا، انه انت اصحاب اعتقد ان هم اصحاب، بس هي لسه جايه الشغل من شهرين بس هم اصحاب اصلا تقريبا. بصراحه كان قريب لي ولا ما كان قريب لي كمان بالنهايه ان شاء الله رفيقي 10 سنين اذاني ولا رفيقي من شهرين اذاني، انا ما بحط عنوان الصداقه او عنوان الاهل او الصحوبيه بالسنين لانه الناس بتكون اهلك وناس بتكون يعني اهلك وبتاذيك وبتغلط معك، وناس بتكون من اقرب العالم لك وكمان بتغلط بحقك وبتاذيك، فما بيصير بس انك تحط عنوان انه حتى لا بالمواقف احسن شيء. الله اكبر حكمي الله اكبر. احنا نرجع ونقول احنا في شهر رمضان شهر التسامح وشهر الكريم شهر التسامح بعضيكم في تسامحكم. انا ما عم بحكي ما يكون في تسامح، لا بالعكس كلامك بيعني اصلا ما رح فيك تكفي بحياتك بدون الانر بيس. اذا ما انت كنت بداخلك من جوا متسامح مع نفسك ما رح تقدر تسامح الاخرين، وما عم اقول لك ما تسامح الاخرين لا سامح، بس الحدود واجب على اي انسان
لازم يكون حذر بعد كذا انه مزبوط. ال- 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 الطريقه اللي كان يتعامل معها خلاص يخفف ما يكون صح. زي اول. هو المدير اللي هيسامحها طيب؟ ليش حتى ما سامحها؟ والله من الدخله اللي دخلها انا احس انه ما راح يسامحها. يعني احس بالشغل يختلف عن الحياه الشخصيه، يعني بالنهايه هو محتاجها بالشغل ف ممكن يسامحها لانه البوزيشن مالتها ما تسمح انه هو يتخلى عنها. اذا ادى كل الشغل اللي صاحبتها وسابها هي يعني ده هو الازمه كلها، ده وضع ان هو بيعمل كل الحركات اللي هي بتمشيها خلاص. بالنسبه لي المدير لازم يكون في عنده جانب انساني شوي، حتى لو مو لازم يكون عنده جانب انساني اكبر من الجانب البروفيشنال والمهني، بس لازم يكون في عنده جانب انساني. يا اما انا كمان بتوقع انه المدير اذا ما كان عنده جانب انساني يعتبر مدير فاشل. انا شايف انه هو شغال في السوشيال ميديا ينقلها القصه السوشيال ميديا، ما فيهوش خناقات بعد عن صديقته عشان تبطل تغار، وبدل ما يبقى في قصه الملف والفايل الغريبه دي. احنا النهارده اتكلمنا في مواضيع مختلفه من اول ما ابتدينا الحلقه. ابتدينا بكلام عن رمضان والصور بتاعت امبارح والسوشيال ميديا وازاي الناس كلها كانت بتصور الفطار. الفكره كلها ان الفيديو بتاع الانستغرام ده بيقعد 24 ساعه او السناب شات، فانت بتصحى تاني يوم تتفرج على فيديوهات صحابك او الناس اللي بتعملها فولو تلاقي كل صور الاكل وانت صايم. كانت ازمه. اتكلمنا عن ايه تاني؟ عن الروبوت. الروبوت. عن فوائد الصيام. كل شيء حكينا، بكل شيء حكينا، بكل شيء. النهارده احنا عايزين نجمع لكم كل حاجه. لسه امبارح برضو موضوع على فكره لورل وياني لسه شغال، الناس برضو بعد اليوم ده توصلني اللينكات على الواتساب. لسه انا لسه لا ما سمعته، تصدقوا انا لسه ما سمعته بس ياني انا ما سمعت. ما سمعتهاش. هي عامه عشان بس اللي مش متابع يبقى عارف، مشاهدينا في فيديو انتشر الفتره الاخيره دي او فويس نوت كده او فيديو انه الناس مختلفه في سماع كلمه اذا كانت لولا او ياني. فزي قصه لو فاكرين الفستان الازرق ولا ذهبي، بس هي احسها بالنهايه خدع سمعيه وبصريه. خدع سمعيه وبصريه، فهو ده يكون ده يقول الكلمتين بنفس الوقت بس بطريقه غريبه، فالناس كل واحد يسمعها شكل. محامية السوشيال ميديا، محلل سياسي، محلل سياسي، محامي السوشيال ميديا. وحكينا عن الوظائف الجديدة دلوقتي اللي بقت في سوق العمل زي السوشيال ميديا وظائفها. في وظائف انت عارفة بسبب الانترنت في ناس بتشتغل ريموتلي من دول تانية. يعني مثلا انا اعرف واحدة مترجمة بترجم لشركة موجودة في الامارات هنا وهي عايشة في مصر. وهم مستفيدين من فرق السعر. ما في اشطر منهم بالترجمة، بتعامل مع ناس برا مصر بالترجمة كتير. في مصر يعني تقصدي؟ يعني خطرين. الفكره كلها طبعا انت بتقصدي اللي بيشتغلوا اوكي في مصر. طب يا جماعه اللي يعرف بيترجم كويس حتى بمجال شغلك بالراديو مرات يستعملوا الناس ببلاد ثانيه بس تكون المحطه مثلا بالامارات. صح. في ناس كمان اي شغلانات ممكن تكون ريموت. لا دلوقتي بقى في كونسبت اللي هو ورك فروم هوم او اشتغل من البيت. يعني تكتب مقالات او اي شيء وترسلها شغلك من البيت كله حضرتك، وبتوفر علينا مجيئتك للمكتب وبتوفر على المجتمع البنزين وبتوفر زحمه وتوفر اشياء مره كثير. يعني اعرف بمجال الصحافه هواي يستعملون هذا الشيء انه يكون عندهم مراسلين بكل دول، فتكون مثلا الجريده هي بمكان بس عندها مراسل بكل دوله ينزلها الاخبار او يكتب كل ده بسبب الانترنت والتطور اللي احنا فيه. بس في شغلانات كتير انا مش عارف يعني، هل لو واحد شغله دائم من البيت لازم يكون بيتطلب مهام معينه؟ لانه في النهايه لازم تروح الشغل وتقعد في الميتنج وتتكلموا، الناس تقعد تتكلم في اجتماعات سريعه لانجاز مهمه معينه او لبدء فكره لتطوير حاجه، الكلام ده كله بيتطلب يعني اجتماعات يعني وان هم يبقوا قاعدين مع بعض. لكن الورك فروم هوم دلوقتي بقت خلاص بنسمعها. الامتحانات بقينا نسمع ان تخش الامتحان بكتاب. الورك فروم هوم صارت للامهات اكثر شيء. الامهات هم اكثر ما يريدون يطلعوا من البيت. الاوبن بوك اكزام كنت تايه مني وصار اكو كلاسات البروفيسور يكون ببلد نسوي وياه سكايب فعادي هو ينطي كلاس. الدراسه الاونلاين تقصدي؟ ده برضو بقى موجود جدا، وشهادات وجامعات محترمه جدا ورانكد. يعني تخلصي من انت عايشه في دبي تدرسي في امريكا وترجعي وانت قاعده هنا. صح. اتكلمنا على ايه هي الشغلانات اللي كنا بنتكلم عليها، السوشيال ميديا وازاي ناس كتير استنفعت من الموضوع، خصوصا ان خلي بالك هي في سوشيال ميديا مانجر وفي اكزيكتيف وفي سبيشالست وفي وجونيور استراتيجيست يعني سوشيال ميديا طويله. فالديبارتمنت بقى في سوفت ويرز كلها بتستخدمها الناس دي عشان البوست ازاي تنزل شهريا او اسبوعيا مع الفعاليات ريبورتس مع ريبورتس اخر الشهر بتورجيك الستاتستكس كلياتها
على الانتاجيه اللي عندك اياها على السوشيال ميديا. اكو شركات يرتبون انه موعد البوست هو شوكت ينزل على السوشيال ميديا، شوكت الناس بدها تتفاعل ويا التوقيت، يعني مال البوست صار مهم همينة بالنسبه لهم. فنتمنى طبعا مشاهدينا تكونوا استمتعتوا بالحلقه النهارده، واحنا كل يوم هنكون معاكم من الساعه 6:30 للساعه 8، انا وريم وشهناز ومها وانا محمد عنبه، بنتكلم في مواضيع شبابيه، مواضيع جميله حلوه. فبنتمنى لكم يوم سعيد وتكونوا فطرتوا كده والسحور والكلام الحلو ده كله. يلا بينا نطلع على نشره اخباريه ونشوفكم بكره في نفس الميعاد. باي باي.